السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم محمد أحمد ودي قناة فكرس، والمشروع اللي هنبدأ فيه النهاردة هيكون عبارة عن ستارة إلكترونية، أو نقدر نقول ستارة ذكية. من المميزات اللي احنا عملناها في اللوحة اللي هنوضحها في فيديو النهاردة واللي هنكمل فيها إن شاء الله بعد كده، والمميزات دي زي إن الستارة تقدر تحدد لها تراك تتحرك فيه، وده طبعا هيسمح لك إنه يوضح ليك ليفل الستارة زي ما واضح أمامكم في تطبيق الموبايل، وكمان تقدر تظبطها تتحرك مع الليل والنهار عن طريق LDR هيكون موجود معاها، وكمان تقدر تظبطها بالتوقيت الزمني بحيث إنك تخليها تشتغل أو تقفل الستارة وتفتحها في التوقيت اللي أنت عايزه. ده غير اللمسة الجمالية اللي هيضيفها لنا الـ RGB اللي هيكون موجود في خلفية الستارة، وكمان هتديك بيانات عن درجة الحرارة والرطوبة اللي موجودة في المكان الموجودة فيه. بس للأسف حصلت معاها مشكلة غير متوقعة هنوضحها في نهاية الفيديو. الفيديو ده برعاية PCBWay. PCBWay هتساعدك انك تنفذ مشاريع الـ PCB الخاصة بيك بكل سهولة في أسرع وقت وبسعر مناسب. أول حاجة بتسجل دخول في الموقع بالطريقة اللي تناسبك، بعد كده بتضغط هنا، بعدين بتختار التصميم بتاعك بشكل مانوال أو بتختار كويك أوردر، وبترفع ملف الجيربر بتاعك من هنا وبتنتظر لما ملف الجيربر يتحمل، وبعد كده بتختار طريقة الشحن والدفع اللي تناسبك وبتنتظر إن شاء الله عشان يوصلك في أسرع وقت. في البداية أنا فكرت في كل المميزات اللي قلت عليها في أول الفيديو وبدأت أعمل تصميم البي سي بي الخاص بالمشروع بتاعنا. بعد كده طلبت التصميم بتاعي من شركة PCBWay ووصلني بالشكل ده. ده التصميم بتاعنا، حجمه صغير جدا زي ما انتم شايفين. شركة PCBWay بتحتفل بمرور 6 أعوام على إنشائها. فتحت التصميم بتاعنا وخرجت التصميم بالشكل ده، وهوضح معاكم المميزات اللي موجودة في اللوحة دي. أول حاجة طبعا انا ضفت ميزة الـ LDR بحيث ان انا اقدر اتحكم في الستارة بحيث انها تشتغل مع الليل والنهار، وده طبعا الجزء ده خاص بعدد اللفات بتاعت التراك اللي موجود عليه او الرول اللي موجود على الستارة، وهنا الجزء الخاص بالـ RGB، وبعد كده مفاتيح مانوال لو انت هتتحكم مانوال، وده مكان اللي بتوصل فيه الموتور، هنعتمد على درايفر 9110. جنب الدرايفر على طول نقدر نركب حساس DHT 11 او 22 عشان يقيس لنا الحرارة والرطوبة اللي موجودة في المكان. طبعا لازم يكون في مكثفات كتير، وهنا ركبت الريجيلوتر 3.3 فولت علشان يشغل الـ ESC علشان مصدر التيار. في ظهر اللوحة في مجموعة من المكونات الالكترونية، وهي مقاومات بتركب معانا علشان تشغل الـ ESC، وبنستخدمها كمان مع المفاتيح وكمان مع الـ LDR او الحساس الانالوج اللي موجود معانا. وده شكل اللوحة بعد ما جمعت كل الكومبوننت اللي عليها. طبعا انا بصورها بصورة واضحة، تقدر تشغل الفيديو HD علشان تشوف كل المكونات اللي راكبة. لو انت عايز تعرف رقم كل قطعة راكبة طبعا هتشوفه في الفيديو ده. ده غير ان طبعا موضح الارقام على البي سي بي بتاعت المشروع بتاعنا النهاردة. بعد كده رحت على موقع تينكركاد علشان اعمل تصميم الـ 3D الخاص بالستارة بتاعتنا. طبعا الجزء اللي هيكون متحرك اللي هيركب في الموتور 2 جير بوكس، واحد صغير وجير بوكس كبير عشان يقلل السرعة ويديني عزم اكبر، وطبعا اللي في النص دي هي الماسورة بتاعتنا هغيرها باللون الابيض، دي الماسورة اللي هتتحرك اللي هيركب على الستارة، والاتجاه التاني هو اللي هيتحرك معانا. وبعدين رحت الموقع ريموت اكس واي علشان اعمل تصميم الابليكيشن بتاعي اللي هستخدمه في المشروع بتاع النهاردة. وهنا المين او الجزء الرئيسي الخاص بالابليكيشن بيعرض هنا الحراره والرطوبه، وبعدين هنا الاثنين بوتوم عشان الحركه بتاعت الستاره، وهنا الليفل اللي هيعرض لي النسبه بتاعت الستاره، وهنا يكتب لي عدد اللفات اللي لفتها الستاره، وار جي بي عشان اتحكم في الالوان، وسلايدر عشان اتحكم في البرايتنس، وهنا هيعرض لي الوقت الحالي، وهنا الستارت هنبدا بعدد اللفات. لو انت حابب تحدد تراك للستاره بعدد لفات معين تقدر تكتبه هنا، وطبعا التحكم بتاع ال LDR تقدر تشغله وتفصله او تخليه يشتغل على الليل ويفصل او يقفل على النهار زي ما تحب من خلال المفتاح ده. وهنا لو حابب تحدد توقيت للستاره تفتح فيه وتوقيت تقفل فيه تقدر تعمل كل ده من هنا، وبعدها بتخلص بتضغط على سيف وبيسجل لك الاعدادات بتاعتك في
كده رحت عملت الكود بتاعي، الكود البرمجة بتاعي بالكامل، وبدأت أشتغل في الكود كله بالكامل على الـ RGB والحركة، وأضفت المكتبات بتاعتي زي ما واضح أمامكم. أضفت مكتبة الـ NTP اللي هي التوقيت، والـ DHT حس الحرارة والرطوبة، والفاست LED طبعا الخاصة بالـ RGB LED Addressable، وأضفت الإبرم طبعا عشان أسجل ليها، وعملت المنطقة الزمنية بتاعتي اللي هي 7200 اللي هي بتمثل ساعتين، وأستخدم هنا نوع LED RGB UC 1903، وأضفت البنات بتاعتي، حددت الانبوت والاوتبوت، وعملت الابرم بتاعي، وتقريبا كنت قربت ان انتهي من الكود، كان فاضل فيه شوية تفاصيل بسيطة زي ما واضح ممكن الجزء الخاص بالحرارة والرطوبة، وبعد كده التايم وعرض التايم، التوقيت بتاعي على الشاشة، عشان طبعا مهم انك تعرض التايم عشان تقدر تعمل توقيت لو انت حابب تعمل جدولة للتشغيل، وهنا طبعا التسجيل بتاعي عشان يحفظ كل البيانات بتاعتي في الابرم. وبعد ما خلصت الكود بتاعي بالكامل، رحت طبعا على التجربة، وصلت رفعت الكود للبورده بتاعتي، ووصلت الكهرباء عشان ابدا اجرب زي ما واضح منكم. هنا هيبان ليكم ان كل حاجه تمام. انا هنا فتحت الابليكيشن وبجرب طبعا، بحرك طبعا الرول بتاع الستاره يبدا يلف معايا، فيرفع الستاره وينزلها زي ما واضح منكم. مكتوب في الرقم هنا نان والليفل والتوقيت، طبعا عرض التوقيت، وطبعا عندي المين والكونفيجريشن عشان اقدر اضيف الكونفيجريشن بتاعتي. زرار الليمت سويتش ده اللي وضحناه انه ابديت التراك، شوف لما ضغطت عليه كتب لي مكان النان 00 عشان يبدا يعد لي عدد التراكات. هنا تقدر تحدد عدد التراكات بتاعتك، هخليه مثلا يبدا من اول لفتين، يعني يلف الستاره لفتين لغايه 10 لفات اللي هو تقريبا حجم الستاره، المتر اللي هو المتر بتاع الشباك. بتضغط على سيف بيسيف وبينور لك اللمبه اللي انا موصلها على GPIO 10 في التصميم بتاعي. بعد ما عملنا كده هنبدا نحرك زي ما واضح منكم. لما بدا يلف في الاتجاه العكس كتب لي بالسالب، فهبدا الف الستاره، الف العكس زي ما واضح امامكم. هنا بيلف معايا وبدا يعد معايا، وبدا الليفل بتاع الستاره يحدد لي المستوى بتاع الستاره اللي موجوده فيه، ويحسب لي عدد اللفات اللي بيلفها الرول بتاع الستاره. فبناء عليه كده انا حددت تراك للستاره، بناء بما ان حفظته في الابرم، فطبعا الستاره هتتحرك في نطاق التراك ده، فهيكون الليمت سويتش هنا ملوش لازمه اكتر من انك لو انت حابب تصفر الستاره بتاعتك وتشغلها على الهوم. فطبعا مهم برضو ان احنا نركبه عشان لو حصل اي دروب او مشكله تقدر الستاره تعرف فيها فين. لكن المشكله اللي حصلت معايا ان نوع الدرايفر اللي انا استخدمته مش عارف النوع نفسه ولا الموديل بتاع الدرايفر ده هو اللي فيه مشكله. هو المفروض على حسب الداتا شيت بتاعته هو 1 امبير، سمحت حد كان في بينك وبين خصومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.